أشاد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بحرص عاهل البلاد المفدى على دعم الكلمة الحرة المسؤولة واعتزاز جلالته بإعلامنا وصحافتنا الوطنية وبتاريخها العريق كشريك أساسي في مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا معاليه أن حرية الصحافة والإعلام ركن أساسي في المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى، وذلك بما أتاحه من مناخ مناسب لأداء الصحافة البحرينية لرسالتها بحرية واستقلالية ومسؤولية، مشيدا بمناسبة اليوم العالمي للصحافة بدور الصحافة الوطنية في تطوير وتنمية البحرين، مؤكدا ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الموجود لدى الحكومة الموقرة، مؤكدا أن المجلس لن يدخر جهدا من أجل تعزيز الحريات المسؤولة في مشروع القانون والعمل على مواكبة لأحدث المستجدات في مجال الإعلام الجديد.